ليها ايضا مزون جود ومزون مع الشقي مع الشقي حمدان بن سعيد بن يابر في هذا الانطلاق. هنا هنا المنافسة اشتدت الامور، اندفع الشقي، طارت كل التحديات مع هذا الشوط مع هذه الانطلاقة. بن حماد وصل، بن حماد وصل، مانع بن علي بن حماد الشامسي ما شاء الله على المقدمة الى الصدارة، طار مع زاخر 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 في الانطلاق ومزون في المحاولات، مزون مع الشقي وبن حماد يقود هذا الانطلاق. سلام 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 بن حماد علي بن سعيد الزرعي، شكرا شكرا يا بن حماد، مالك هذا الشعار، راعي هذا الشعار في كل انطلاقات. مانع بن علي بن حماد شامسي المركز الثاني مزون. سالمين خذ الرمز في اليسار ويبي البندق من يمين، العابر وحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري. السلام وين؟ السلام وين؟ المنصوري ينتصر والشقي مع والم، الشقي مع والم. أهالي العين أهالي العين، ولا ند الشبه ولا ند الشبه، زعبيل ولا الروضة، زعبيل ولا الروضة. بن سالمين بن سالمين يا عسى سالم، يا حمد يا بن سالمين، يا عساك سالم، يا حزاح يا بن سالمين. الله يا منصور يا بن سالمين، وسلامي للوالد سعيد. بالك يا ابن حميدون، المنصوري قادم مع لبه بطلة الكاس على ارضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين تبحث عن الكاس الثاني، لكن خلاص سمحة سمحة على المقدمة. يا السلام على هذا الاداء، عصرية عصرية والوقت عصري ومسياني عصرية. يلا يا ابن حميدون، ولا الكاس ولا الكاس ولا بلا. عبد الله بن عبيد بن حميدون الفلاسي، سلام يا اهل العوير، سلام يا ابن حميدان على هذا الاداء المتميز التي تقدمه عصريه، تضيف انجاز على انجازاته وانجاز عصري في مركز ولي العهد. تهانينا تهانينا للسيد عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان الفلاسي على روحت البندقية، راحت إلى البندقية. ها هو ملهم، ها هو ملهم بعد والم، أتى بملهم. يا سلام يا سلام، الإنتاج الفاخر من عندك يا عامر، عامر بن محمد بن زايد المنصوري. شوط الإنتاج، بندقية الإنجاج ذهبت إلى أهالي الظفرة، إلى أهالي الظفرة. سلامي عليك يا عامر بن محمد بن زايد المنصوري. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة قادمين هنا في هذه اللحظة الهائل. محمد بن نصيب يطبع العامري، ولكن سلام عامر بن محمد بن زايد المنصوري، بطل بندقية اللقاية، بطل شوط الانتاج، بطل شوط الانتاج. ملهم 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 يفوز ببندقية الجعدان الانتاج. تهانينا والناموس يا ابو زايد. المركز الاول على المقدمة الاولى، السيادة ابناء بدية، ابناء بدية. عاد بن حزام، عاد بن حزام او بن خزام، حمد بن عبد الله بن خزام العامري مع مشهورة مشهورة مشهورة، وراهية في المركز الثالث. ولكن الصدارة وين؟ مشهورة مشهورة تبحث عن الشهرة، بدأت تغير المركز الاول. مشهورة حمد بن عبد الله بن خزام العامري، العامري غير الصدارة والمركز الاول. وصلت راهية علي بن عبيد بن غدية الكتبي، بن غدية الكتبي وسياد سعيد بن حليسة أو سعيد بن مبارك بن حليسة الوهيبي. الله، مشهورة على الصدارة، مشهورة على المركز الأول. بن خزام بن خزام بن خزام، ولكن هنا الصدارة. سلام العين، سلام سلام زاخر، سلام سلام سيح صبرة، سلام على فوز مشهورة بالمركز الأول حمد بن عبد الله بن خزام العامري. المركز الثاني
دغش دغش على المركز الاول، دغش على الصداره. الخيالي على المركز الاول يقدم نجوميه والاروع في هذا المساء ال 400 متر الاخيره. اهالي رماح، اهالي رماح يتقدمون الكل، يتزعمون مسار هذا الشوط بانطلاق الدوشة. بانطلاق الدوشة تكلمت بكل لغات في هذا المساء في حضور الخيالي. قالت باي باي، قالت مع السلامة، سلام يا الختم سلام. ختموا هذا الشوط لصالحهم. ها هي دوشة تمر مرور الكرام أمام المقصورة الرئيسية، خاطفة شوط المهجنات. الرسائل تهانينا والناموس لمحمد بن بطي بن مناخ الخيل المركز الثاني. ثالث ادهم العتيق من مطر القبيسي من ياتي بهذا الانطلاق ثلاثيه بقياده عنيد محمد بن احمد بن حسن العامري من ياتي على الصداره على المقدمه والمركز الاول. شاهين في المركز الثاني، شاهين هنا بهذا الانطلاق. مطر بن محمد بن نحروي العامري من يقدمه هذه الانطلاقه. عنيد وشاهين واللحظات الاخيره، عنيد من عاند على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشهر. هذا واللحظات الاخيره. سلام سلام بوابه 11 سلام محمد بن احمد بن حسن العامري المركز الثاني. هنا شاهين لمطر بن محمد بن حروي العامري المركز الثالث. ادهم عتيق ومطر القبيسي. حشيم في المركز الرابع لاحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي. والمركز الخامس اتانا مشاهدي الكرام كفو لمحمد بن سلطان بن مرهان. عبد الله بن محمد بن حليس الكتبي، ولكن هو هي الوصول. الله شوف اللي واصل. القفاي حمدان بن سعيد بن يابر الشغي الشغي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن راح الذيب عبد الله بن محمد بن حليس الكتبي يتقدم بن حليس الكتبي على اهالي الهير اهل الهير. ولكن الشقي يقدم القفاية مع المركز الثاني، وابن حليس على المركز الأول الله 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 الله. الأخيرة الأمتار الأخيرة من حليس الشقي ولا بن حليس ولا الشقي. عموما المركز الثالث. محمد بن فاهد نعم يا سلام يا المزروعي، لكن راح بن عمان ومن مفتاح عنده كلام اخر. بن عمان بن مفتاح يا سالم يا بن عمان يا المهيري. الله الله على الشوط، الله على الاداء، الله على الشكل الجميل الذي يقدم لنا الظبيه سالم بن سعيد بن عمان المهيري. سلام 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 للعين. سلام 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 يا بن عمان. سلام سلام يا بن عمان. سلام سلام يا ابو سعيد. سالم بن سعيد بن عمان المهيري امام الحزام الاخضر امام الجمهور. هذه امامكم، شوف السير صفت حامه البودره. يا سلام عليك. المركز الثاني. يعلن حضوره على مقدمة الاندفاع بينما عامر بن حمادة بن عفصان المنصوري يحاول في اللحظات الأخيرة، لكن هدى حافظ قدف ننجا هالي يا أهل الخوانيج فاز وانتصروا بناموس هذا الشوط. ولا راعي عطوة لدير الآخر في الأمتار الأخيرة النهائية، لكن خلاص راح إلى البوز مع اللحظات الأخيرة. ولكن راعي عطوة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري شهب سلام إلى أبوظبي سلام ولا تحية لأهل العين كذلك. صاروخ
الله 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 زيزوم والصاروخ في حوار ثنائية في حوار ثنائية نحو الانتصار نحو الفوز. هنا زيزوم على المقدمة والصاروخ على المركز الثاني واللحظات ما بين الراشدي ما بين بن كليب لكن زيزوم إلى الإحباب إلى الإحباب الإبداع أيها الأحباب. هنا مع انطلاقة زيزوم عبد العزيز بن سيف بن كليب الإكتبي يحقق الفوز يحقق الانتصار يحقق الإبداع. سلام 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 على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الصاروخ ميسا بن عبيد بن سالم الراشدي. بن فتاح يقدم لنا الحذافة يقدم لنا الحذافة في هذا الانطلاق الجميل. مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي في هذا الابداع الجميل والتحدي المثير. لكن سيافة جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري بن دحرو يتحرك بن دحرو يتحرك ليقدم لنا نقد 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 الحذافة. ايضا هناك بن نصر من الجانب الاخر ما شاء الله وتبارك الرحمن. يلا يا بن مفتاح روح مع الصدارة. بن نصر واصل بن نصر واصل ياهو شوت ياهو شوت بالفعل في هذا الانطلاق الجميل والرائع الحذاف. والله بالنصرة 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 والله بالمفتاح. بقول في هذا الانطلاق الجميل والتحدي جبار جبار سالم بن محمد بن عبد الله بن يطبع العامري على المركز الثاني. ولكن خلاص يا ابو حمد بعود هناك ايضا شعار بالعرطي تقريبا او اعود الى المركز الاول ال 400 متر الاخيره المركز الاول الاول بالدليله طماعه مع بالدليله طماعه مع بالدليله. وهناك وصول مع سعيد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. ولكن خلاص خلاص راح بالدليله اهل الجنوب أهل مصانع الجنوب مع هذه الانطلاقة. طماعة يا طماعة يا طماعة عون ولون ما شاء الله شكل وركض ما شاء الله أداء جميل تهانينا. والناموس طماعة مبارك بن حمد بالدليلة العامري قامت رأس وأنهت رأس في هذا الشوط المركز الثاني. والتحدي والإثارة القادمة هنا أيضا القادمة بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا القادمة تحير 25 هنا العبور العبور هادي بن سالم بن راشد بن أفقح المري. ولكن الصدارة الصدارة والمقدمة والمركز الأول غياض 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 من تسيطر على المقدمة. سلام ند الشبه سلام على هذا الأداء المميز الجميل غياض لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. سلام لأبو أحمد سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل سلام. شكرا عبد الله بن هيان العامري من قدمها الداهية بهذا الانطلاق والأداء ولحظة وصولها إلى خط النهاية الدرعية في المركز الثاني. وصلت لها بسعيد بن سهيل الدلاوي. على المركز الخامس لكن اعود الى الصدارة اعود الى المقدمة الى المركز الاول ما بين مخوف ما بين شاهين مخوف وشاهين هداد القادم هداد على المركز الثالث. المعركة طاحنة وين السلام لأهل المحليات الاصايل روح شاهين شاهين حميد بن سعيد بن محمد الدرعي لكن هداد انهد على الصدارة على المقدمة هداد على المركز الأول علي بن سعيد بن سالم الزرعي. لا حلول لك يا أبو راشد لا حلول لك يا أبو سعيد تهانينا والناموس لمالك هداد علي بن سعيد بن سالم الزرعي على فوز هداد بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين في
هذه التحديات، في هذا الاندفاع بالرحمة على المقدمة. ولكن شوف الغدوم، شوف الغدوم النشمي، عبيد بن محمد بن راشد العويسي يتقدم على المركز الثاني، ولكن راح برحمة الدرمكي، راح بدحم الدرمكي، ولكن بن زيتون، بن زيتون هذا المجنون، هذا اللي يقدم الفنون، هذا الذي ياتي بكل ما هو جميل. بن زيتون يا هالمنازف، بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون على المركز الاول دائما في الامتار الاخيره. بن زيتون تهانينا يا ابو سعيد، وسلام منازف مياس محمد بن عتيج. بن زيتون المهيري انتزع الناموس، المركز الثاني معزز. شعور العفوري قادم بكل قوة. الله الله الله، لغزيلة لغزيلة لغزيلة، سيف بن سهيل بن نخيرة العفوري، شعاري همنولة قادم بهذا الانطلاق، كذلك وصولا من الحذرة سلطان بن أحمد بالكيلة العامري. الله الله، وفلك، ولكن هنا ضي على الصدارة، ضي تبغى الضي، ضي 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 على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشعور. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، السلامات لأهالي الظفرة تتجه يا ذا الشوط حتى هذه اللحظات. يا السلام، هنا اللحظات الأخيرة، سلام سلام لأهالي الظفرة، سلام أهالي مدينة زايد، سلام لهانينا والناموس. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري المركز الثاني. سالم بن محمد بن سالم الحنزام القادم في هذه اللحظة على المركز الثالث، المركز الرابع، الرابع الطايف، الطايف الطنيجي، مطر بن عبيد بن حامد الطنيجي على المركز الرابع. يا هي معركة ما بين بن عويضان، ما بين الطنيجي، ما بين، ما بين القادم مع جلمود سالم بن محمد الحنزام المري القادم وبن عرار. اللحظات الأخيرة، الامتار الاخير، الطنيجي بن عويضان الحنزام القادم، لكن ابو حمد، ابو حمد الى ند الشبه، مشكور يا مطر يا بن دحروي، مشكور يا ابو محمد في عمليه التضمير والتدريب، من قاد غناطه وسلام يا ند الشبه سلام. المركز الثاني هنا، كذلك هدي بن بطي بن دبيثان الشامسي، كذلك المضمر علي بن سعيد الزرعي، مبارك بن هدي بن بطي الشامسي، الكل هنا فرحا. هنا ياتي مانع بن علي بن حماد الشامسي، بطل السباقات الصغيره دائما في تحقيق الناموس وتحقيق المراكز الاولى في هذا اللقاء. هدي بن بطي كذلك فرحا مع هذه عزبه، عزبه النواميس وعزبه الفخر. علي بن سعيد الزرعي ابو راشد ايضا مضمر من الدرجه الاولى الفاخره، ينتزع الناموس وفرحا بهذه الكاس، الكاس المفتوحة التي قدمت زاخر في هذا اللقاء لهذا الشعار، فرحين طاقم العمل لهذه العزبة. وكذلك مبارك بن سعيد الزرعي وعبد الله بن سعيد الزرعي، طاقم العمل الفني لعزبة مانع بن علي بن حماد الشامسي، فرحين بهذه الكاس. بينما نذهب إلى بندقية الجعدان، بندقية الجعدان المفتوحة ذهبت لأهالي العين وأهالي الروضة، حيث يأتي في هذا اللقاء سعيد بن سالمين المنصوري بعد أن حققوا بالأمس بندقية، يأتون في هذه الأمسية ليحققون بندقية أخرى. هنا كذلك حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري في هذا اللقاء وفي هذا التجدد نحو اللقب ونحو الأهداف المنشودة، هي الرموز. هنا بندقية الجعدان وهذه البندقية التي حضرت في هذا المساء، حضر معها العابر لينتزع هذه البندقية لحمد بن سعيد بن سالمين وأخوانه منصور وهزاع، وكذلك عيلان محاضرا في هذا اللقاء مضمرا ومراقبا مع طاقم هذه العزبة الذهبية في ملتقى النواميس في مهرجان ولي عهد دبي. فكل الفخر دائما لكل الفائزين بمشاركتهم وفوزهم وناموسهم واستحقاقهم. شكرا للوالد سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري على الحضور الدائم والمشاركة والفوز دائما بنواميس هذه الأبكار والجعادين.
في كل الملتقيات من حضر وعد العدة للسباقات. هنا عصرية مشاهدين الكرام ضمن أشواط الانتاج والمنتجين ذهبت لهالي العوير عبد الله بن عبيد بن حميدان. هاو ياتي عبد الله بن عبيد بن حميدان فرحا بهذه الكأس، كأس الانتاج. سلام لأهل العوير، سلام على هذا الفوز. كذلك محمد بن عبد الله بن حميدان الراقي وعبد الله بن حميد وحمد بن محمد بن حميدان ايضا في هذه الفرحة من خلال هذه اللحظات. لأهل العوير تهانينا والناموس. عبد الله بن عبيد بن حميدان في أمسية رائعة يتشرف بها الجميع مع كأس ولي عهد دبي الذي فازت من خلالها عصرية وحققت المركز الأول. هنا كذلك فرحة من هؤلاء الشباب فرحين بإنتاجهم الفاخر ضمن إنتاج وأشواط الإنتاج حققوا من خلالها كأس ذهبية، كأس ولي العهد، ولي عهد دبي لعام 2023. إذا ذهبت إلى هالي دبي وهالي العوير في هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي. شكرا للجميع على المشاركة في هذه الفرحة. هنا لحظات التتويج من مدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي بن سعيد بن صرود، بينما نأتي إلى شوط القادم وهو شوط الختام بالنسبة لأشواط الإنتاج في هذه الأمسية حيث كان ملهم لمالك عامر بن محمد بن زايد المنصوري من خلال تحقيق النصر والناموس والانتصار في هذا اللقاء. في هذه اللحظة تهانينا والناموس لمالك ملهم عامر بن محمد بن زايد المنصوري. هنا كذلك يأتون في هذه المشاركة برفع بندقية ملهم و800 ألف درهم. تهانينا والناموس والسلام. مرحبا باسم البلد وشعبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلا من شاف داره.